بدوره تعثر اتحاد عنابة على أرضية ميدانه في الدقائق الأخيرة من المباراة، وذلك بعدما كان متفوقا في النتيجة. هذا وأعلن مدرب وفاق صور الغزلان سيدي يخلف عن استقالته من العارضة الفنية للفريق بعد المباراة لأسباب شخصية. تغطية كانت لناصر جلال. اليوم الحكم حرمنا من نقطتين، ظلم تحكيمي يعني في فلاغرا من البدايه المباراه. وهو قلت لك كان يربيتري بطريقه علم علامه استفهام. انا نظن رغم المجهودات يعني اللي قاموا بها اللاعبين تاعنا، ولا زيد نهضر مليح، اللاعبين تاعنا شبان ما عندهمش الخبره، ما عندهمش الفيست كيما تاع الاخرين. اليوم لعبنا ما لعبناش ضد فريق صلغ غزلان، لعبنا ضد حاكم مش من الطبيعه تاع باش نهضر نتكلم على التحكيم. وسبق لنا قلت لك وين خسرنا وتعادلنا ومازلنا نخسر ومازلنا نتعادلوا، ولكن مش بالطريقه هذه. اليوم جاب لي ربي فريق مدينه عنابه ما لعبش فوق، ما لعبش في عنابه، لعب خارج الديار. من هذه المباراه اللي نقول الانصار تاع صلغ غزلان سيدي يخلف راه منسحب، وسمحوا لي على هذا لا ديسيزيون، ما جيت اوبليجي باش ندير لا ديسيزيون، ما نجيوش ندخل في التفاصيل تاع سبب الانسحاب، مي هذا ما يمنعش اني نقول لهم سمحوا لي لي فري سيبورتور تاع الاخر ونجموا الفريق ونقول الاداره تاعي تسمح لي بزاف ثاني، لانهم كانوا رجال وقفوا معايا ووقفوا مع الفريق تاعهم وكل شيء. ما نجمش الظروف اللي راني عايشها نعلمها الا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وين اليوم المباراه كانت صعبه مع فريق كبير، مع فريق كيما الياس مع النابا. كما شفت دومينينا كامل برومي ميطو وين كملنا 0-0، دوزيام ميطو وين جات امبيناتي بوريا هكا، والحمد لله اللي ولينا في سكور و على العموم النتيجه كما يقولوها عادله، والحمد لله على كل حال. وشكرا للجمهور تاعنا اللي ساندنا في اخر دقيقه، والحمد لله بارك الله.